المادة واحد يؤسس في إطار الظاهر الشريف رقم 1/58/376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات. كما تم تغييره وتتميمه هيئة تحمل اسم المرصد المغربي للبيئة ويشار لها بعده كذلك بالجمعية. المادة واحد. المادة جوج. يؤسس المرصد المغربي للبيئة لمدة غير محدودة ويوجد مقره مؤقتا بمركز دار الشباب الراشدي التابع للجماعة الحضرية بالعراقيل ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي.